انا تعبان. جيل الحياه. يلا. احنا واقفين انا والعيال نناشد الاداره، نناشد مالك القناه اللي هو الاستاذ ابراهيم بن حسين ابو صالح، مساك الله بالخير. يلا حيه وشلونك؟ عساك طيب. احنا رايا جيل عزتنا محطه اهتمام، فاللي احنا ذبحنا الحر، ذبحنا الجوع، ذبحنا الفوضويه اللي حادثه في في البرنامج. احنا ما جينا هنا الا عندنا يعني شيء كبير متوقعين. للاسف انصدمنا من الحادث، احنا والمشاهدين انصدمنا من الحادث من اللي حدث يعني. نتمنى منك ابو صالح انك تلتفت، والتفاتت ابو صالح ما هي بسيطة التفت وشوف الوضع. عندنا اقتراحات وعندنا ملاحظات لابد ان تتداركون هذا الامر. مثل ما شفت اليوم الشباب كلهم ما جو، فهذا ما هو شيء من عبث، لا، في سبب. ابحث وتمعن وتمكن من الحل. ومعك سعود الجوز الان راح يتكلم في الموضوع. الله يطول عمرك يا ابو هضال. يعني فيه بعض الاشياء يعني احنا نحاول، احنا يعني ان شاء الله، احنا ان شاء الله ابو صالح يلتفت فيها. نعم والله يزين الامور ان شاء الله. اللهم بس الله يعني لا تعبت. انا اقول صراحه ولا يعني لا ليش ولا ازيد لك، لا ازيد ازيد والله يزود فاضلك. انا اقول ابو صالح لازم تركز، لازم تركز. هذا برنامج، هذا برنامج جايينه نجوم. نعم ابو هذال وشروه سعود، شروه قطيب، شروه قطيب، شروه انا وشروه خلط خلاح. فلذلك يا ابو صالح نبغى وسائل الترفيه والراحه. الله، وسائل الترفيه والراحه، الاكل والاجواء المهيئه الطيبه والتعليمات والتوجيهات الصارمه الصارمه. نعم نعم. الفوضويه والازعاج والهذا، يعني اتوقع ان المشاهد كم ساعه؟ 12 تقريبا، 12 ساعة يطلع بدقيقة واحدة صافية للذهن، الباقي يطلع من الفم للإذن، الباقي لا، لازم يشغل رجليه ويديه وراسه وبطنه علشان يقدر يعني يستقبل الشيء اللي قاعد يعني فواصل فقرات. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا جوي المناشدات المطلبة. طيب من هذا المنظر يا جماعة الخير، أنا للمعلومية هذا البرنامج، برنامج الروش، الكثرة الكلام والرسائل اللي تجينا يقول ريالتي وروح وتعال وسو، برنامج هذا واقعي ولكنه رمضاني. حنا جايينكم من برامج واقعية مختلف. الأغلب على السادو، الأغلب على هذا البرنامج إنه يكون برنامج سؤال فيه أكثر، والجلسات نعم هذا المفترض، المفترض يعني إذا حصل تكسير بسيط في الريالتي زايد فيه. إن شاء الله أنكم تعذرونا. الأمر الثاني، أنا أناشد ناشد ناشد إبراهيم الحسين ناشد وطالبه بعد أنه يعيد النظر إلى هذا الموقع الروشن. نعم. لأن الروشن يا جماعة الخير شيء مو طبيعي. الروشن أول ما دخلت الروشن إلى الآن، لنا 7 أيام 6 أيام، المكان هذا صاير يعيد للذكريات بكثرة ويجيب الهواجيس بكثرة ويجيب الغلقة بعد. لا ما يجيب الغلقة، والله أنا يجيب من ناحية أنا، ولا والله ما يجيب الغلقة، يجيب الهواجيس ويجيب للذكريات بشكل مو طبيعي. يعني كل ما دخلت على طول كان الذكريات تنتظرني وتقول ارحبوا يا رجال. من هذا المنبر وهذا المنطلق مرحبا ومسهلا، يلا حي مجر السلامة. خليهم يفتحون الملعب، ودي انهم يفتحون الملعب يعني. لا اي شيء في حركه، اي شيء في ترفيه وحركه يمنع منعا باتا نظرا لظروفه الصحيه. لا انا شو الملعب اللي هناك، يا رب. واللوكيشن انا عندي مناشده، اللوكيشن هذا لابد ان يهدم عن بعد. لا لا انا لا والله. المكان هذا يا رجال، انا 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 اناقض لا تناقض، لا 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 ما يهدم ما يهدم ما يهدم. طيب دم دقيقه ما يهدم، دم احنا واقفين يا الربع، وش رايكم نلعب قزوي؟ يلا صف صف الرجال الحمدية، صف الرجال الشجرية. هذا بس الريالتي عندنا. طيب علي لا انتوا ما تعال تعال سعود دقيقة، آخر مناشد يا طالب، تعالوا 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 تعال. كل ما جاء كل ما زل كل ما جاء، يلا 3 2 1 جو. كل ما زال ذل ذل الأجاوب طويلة جديد العاوي، أنت لي حاجة عندك ولا تخذ من ولا تدي. يطلع الجيد يتلع الجيد، ما ترحم ولا انت بيا قليل المعاد.
اعرف اتاوي. طيب. ما دريت ان عيني من فراقك دمع هذا الغضا ما فيها. الله جض قلبي جضت الممروض له ناس يدين الكاوي. طيب. جضت اللي وطاب الرجل حيه ما درى والقدم وطيه. ما يعرف الهوى. ما يعرف الهوى الا نمر بين عدوان وتغيم الظماوي. طيب طيب. وانت بعد؟ ايه. على العموم على العموم على العموم إننا ما نحتاج تعريف، اللي يعرف الطيبين عرفنا. طيب على الطاري 3 2 1 شغلونا المكيف حق